اتفضل، مين معايا؟ ابو حسنين معاك. انت مش اتصلت من شويه ابو حسين وعملت نفسك اهبل وقفلت الخط وجريت؟ لا ما عملت نفسي اهبل يا شيخ اشرف، ما انا عملت. الصوت كان يدفع عنكم. مش انت شيعي ابو الحسنين؟ ايوه شيعي الحمد لله، وانت سني؟ انا رجل مسلم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، على كتاب الله وسنه الحمد النبي لله محمد صلى الله عليه وسلم، على التوحيد الخالص. الحمد نعم لله والله، خالق الحمد البشر، لله. خالق علي بن ابي طالب، خالق الحسن، خالق ابو بكر، خالق عمر، نعبده ولا نشرك به شيئا. لا نلطم ولا نطبر ولا نلبس السواد ولا نسير في كالنساء في الشوارع نلطم على الحال من الخدود. بعض، نفس الحال نفس الحال نفس الحال كلنا عليه يا شيخ اشرف. تفضل يا فندم. بغيت اسالك يا شيخ اشرف، رايكم في بناء الاضرحه والقبور؟ نفس راي الامام علي، انما بعثت لهدم القبور ومحو الصور في كتب الشيعة، ايوه كما قال الامام علي في مروات الشيعة، انما بعثت لهدم القبور ومحو الصور. يعني اللي حاصل بكربلاء حرام، ده قول الامام، تصدقوا ولا ما تصدقوهوش؟ ايوه لا نصدقه ان شاء الله. طيب رايك في مقام الامام الحسين وسيده زينب في مصر عندكم؟ دي مقامات يا طيب، ما تطرقت الى هالموضوع. مقامات اقامتها الدوله العبيديه الفاطميه التي احتلت مصر ايوه ربط القرن من الزمن، وما زالت موجوده لحب الناس للحسين ولحب الناس لاهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من العادات وليست ايوه العبادات يعني. وقبل مدة السيد الرئيس تاج راسك السيسي أمر بإعادة بنائهم، لا إشكال، إيه رأيك؟ لا إشكال في إعادة البناء طالما هناك سياحة دينية ستأتي إلى هذا المكان، يضحك فيه على أمثالك من المغفلين فنجيب فلوس يعني، إيه المشكلة يعني؟ يعني اللي حصل غلط عندكم بأمر السيد الرئيس؟ قلت غلط دلوقتي؟ أنا بقول لك من المغفلين أمثالك يجي يدفعوا فلوس. أهلا وسهلا. أيوة خلك قوي يا باشا، خلك قوي يا باشا، ما دام في كربلاء غلط يعني عندكم الحسين غلط والسيدة زينب غلط كمان. أنت عارف إن برنامجي لا يوجد فيه كلام في السياسة، ولكن أنا اديتك فوق راسك لما أقول لك لا إشكال في بناء هذه الأمور التي تأتي بالمغفلين من أمثالك، تمام؟ للسياحة الدينية. أنا قلت لك هناك مثلا معابد موجودة من الفراعنة، ما قلتش ليه إن الرئيس بنى جدد المعابد وعمل المعابد، ليه اتكلمت على الجزئية اللي بتخصك بس؟ طب مصر كلها فيها أمور جديدة جدا غير تجديد الحسين وتجديد المقامات هناك. معابد فتحت جديدة، متاحف فتحت جديدة، طرق فتحت جديدة، كل هذه الأمور أمور جديدة، ليه ما اتكلمتش عليها؟ عملنا لك طريق عشان تمشي فيه وتلطم وتطبر في الفترة دي، يعني نعمل إيه أكتر من كده؟ هتيجي مغفل هتلطم لطمتين، هتنشط السياحة عندنا، مفيش مشكلة، تعالى خد على قفاك وارجع. ولكن أنت بتتكلم النهاردة في قضية، أنا سألتك سؤال، لما الحسن الآن الإمام علي بيقول إنما بعثت لهدم القبور ومحو الصور، هل علي أخطأ؟ رد بقى في هذا الكلام. تفضل. ايوه ليه المجال لحد دلوقتي يا استاذ؟ رد بقى، هل علي اخطا ام اصاب؟ ايوه اذا هو الامام علي اخطا ليش ما تبتدي عندك في مصر انت؟ بحمر ما بيفهمش، مش قلت لك انت باربع رجلين ولا باثنين قبل ما تتصل؟ لا المستعان. خدوا بالكم بقى من الشيعه ونقاشاته، هو عايز يدخلك الموضوع كامر سياسي، فمعتقد انك انت مثلا يعني خلاص هو حطك كده في خانة اليك. ولكن انا عايز اقول لك على حاجة مهمة لازم تفهم، القرار السياسي في مصر لا يسمح لامثالك اصلا بالتواجد ولا بناء حسينية في مصر ولا وجود معبد لكم في مصر ولا وجود شبر في مصر يستطيع فيه الشيعة ان يقيم فيه النائحة واللبس السواد وهذه الامور، فبلاش تلعب اللعبة دي مع محاولين أهل السنة بالذات، خليكم رجالة بعيد عن السياسة، تمام؟ فالسياسة لأهل السياسة،